الخسائر التي تعرضت لها الوزارة تحديدا والهيئة القومية للطرق والجسور فيما يتعلق بفقدان عدد كبير جدا من الآليات، وبالتالي خروج بعض الطرق عن سلطة الدولة، وبالتالي فقدان نسبة كبيرة من تحصيل رسوم المرور السريع، وهي واحدة من البنود الأساسية اللي بتعتمد عليها الوزارة في دخلها المالي، اللي بتنفقه بعد ذلك على تأهيل الطرق ومشروعات البنية التحتية. حدثنا عن حجم الخسائر اللي تعرضت لها الوزارة. حقيقة طبعا الخسائر ده يعني الخسارة لكل السودان، حقيقة لكل البنيات التحتية الأساسية للسودان، وخاصة المرافق العامة حصل فيها خسارة كبيرة جدا. دي نتكلم في وقتها، لكن احنا نتكلم بالتحديد في موضوع الطرق. نحن أول حاجة واجهتنا إنه المعمل والمكتب هو الرئاسة المتحية القومية في الخرطوم طبعا يتعرض لمسائل كثيرة جدا، الأجهزة والكمبيوترات والمسائل الفنية، حاجات كثيرة حصل فيها دمج كثير خالص. طبعا الخسائر موجوده في كل السودان، لان حقيقه من اول بدايه فقدنا كثير من المحطات التحصيل في ولايات الغربيه، ولايات دارفور وخرطوم وأسماء القوميه، دي كانت اهم محطات فيها الايراد للحياه القوميه فقدناها. لكن على الرغم من ذلك الفقد ده لكل السودان نهزة ما وقفنا، اجتهدنا اجتهاد كبير جدا وعملنا عمل كبير جدا، على الرغم انه تبقى لنا تقريبا 40% فقط من المحطات في الولايات الشماليه، في نهر النيل، في الشركه، في وسط، وفي البحر الاحمر. نعم. وفي اوسط، في دمازين. لذلك نحن اجتهدنا اجتهاد كبير جدا وعملنا، على الرغم انه كانت خسارات كبيره، لكن ما وقفنا يعني بمجهود كبير من اخواتنا في الهيئه القوميه. حقيقة إحنا كان أمرنا نفرة كامل للمهندس القومية والوزارة عشان على الأقل نستمر، استمرينا وما زال مستمرين يعني.